تحدى مايكل حداد إعاقته الجسدية وتسلق صخرة الروشة، وإلى جانبه كانت الحملة الأهلية للحفاظ على دالة الروشة تتحدى كل من يحاول سلب هذه المساحة العامة من ناسها. ناشطو الحملة رفعوا يافطة ضخمة في رسالة واضحة للمسؤولين، لا سيما رئيس بلدية بيروت بلال حمد، رسالة بسيطة: الروشة وجهتنا وداليتها مساحتنا. لنطلع فكرة إنه الروشة هي بس رمز، الروشة هي كمان مساحة والدالة مساحتها وهي مكان عام. فنحن يعني بنعتبر إنه هذا المكان مع الدالة والروشة هن بشكله المكان العام يلي العالم وقت يجوا عليه ويستخدموه كمكان عام بتعطي قيمتها صخرة الروشة. لن تتوقف الحملة بسعيها للحقول دون السير بالمشروع الخاص المخطط إقامته في المنطقة. أما كلام رئيس بلدية بيروت عن أن البلدية لا يمكنها فعل أي شيء من أجل الدالية فتدينه الحملة، معتبرة أن الكلام يضرب بعرض الحائط القوانين المرعية الإجراء، ولا يرفع المسؤولية الملقاة على البلدية لحماية المكان بحسب ناشطي الحملة. في طرق البلدية فيها تستخدمها كرمال تضل محافظة على المصلحة العامة وما وتضل محافظة على موضوع الملكية الخاصة، فيها تعمل استملاك، فيها ترجع تنقل يعني الارتفاع تبع هاي المنطقة بمحل تاني، يعني عامل استثمار يتاخد محل تاني. في طرق أكيد كل طريقة بدها نقاش، بس يعني المهم إنه ما فينا نقول إنه الأراضي الخاصة هي بتصير برات النطاق البلدية. وحتى القانون اللي بيسمح بالعمارة على الروشة هو منه شيء بيجي اوتوماتيكي، يعني مش انه طلع القانون خلاص بتعمر، الرخصة بدها موافقة، وعشان هيك مطالبتنا رئيس البلدية انه ما يوافق على الرخصة. لا يزال هناك بصيص من الامل في ان لا يجتاح البطون الدالية مع ترداد هؤلاء الناشطين شعارا واحدا: ارفعوا ورشتكم عن روشتنا.